الدواء القاتل. في العام 1982 تعاملت شرطة ولاية شيكاغو مع قاتل غير متوقع. استخدم سلاحا من الممكن أن يتسلل إلى أي منزل ويقتل به العديد من البشر. بدأ الأمر في شهر سبتمبر من نفس العام عندما وصلت ماري كارلمان البالغة من العمر 12 عاما إلى المستشفى في إحدى ضواحي ولاية شيكاغو. أخبر والد الفتاة الصغيرة أن الفتاة كانت تشعر ببعض الأعياء هذا الصباح، ولهذا فقد سمح لها بالتغيب عن المدرسة ونصحها بتناول مسكن، إلى أنها انهارت فجأة داخل الحمام ولا يعلم ماذا أصابها. كانت حالة الفتاة الصغيرة تبدو خطيرة، ولم يستطع الأطباء مساعدتها لتفقد حياتها في نهاية الأمر، ويبقى الأطباء محتارون مما حدث. لم يكن الأطباء يعرفون أن ماري هي أولى الضحايا لهذا القاتل الجديد. لم يكونوا يعلموا بعد ما هو السلاح الذي استخدمه لقتل هذه الفتاة المسكينة. أصر الفريق الطبي على المضي قدما في الفحوصات الطبية، لأن وفاة ماري بهذا الشكل شكلت لهم لغزا ملحا. ومما زاد من حيرتهم هو استقبالهم للضحية الثانية بسرعة لم يكونوا يتوقعوها. فبعد أيام من وفاة ماري وصل إلى المستشفى شاب يبلغ من العمر 27 عاما ويدعى أدم جانوس. كان آدم يعاني من نفس الأعراض التي عانتها ماري، وقد حكت أسرته للأطباء نفس القصة التي سمعوها من والد ماري من قبل تقريبا. كان آدم قد استأذن من رئيسه في العمل ليسمح له بالراحة في ذلك اليوم قبل أن ينهار بشكل كامل. مات آدم وهو في طريقه إلى المستشفى. هذه المرة استجوب الأطباء أفراد عائلة آدم، كانوا يريدون الحصول على المزيد من التفاصيل. فآدم كان شابا مفعما بالحيوية ولم يشتكي من أي أمراض قط، وقد مات بهذا الشكل المفاجئ. إلى أن شقيقه ستانلي وزوجته تيريزا لم يكن لديهم الكثير ليقولانه. عاد ستانلي وتيريزا لبيت آدم. كان عليهم التعامل مع حقيقة أن آدم قد رحل بالفعل. لم يكن ذلك بالشيء السهل عليهما، ولكن سرعان ما حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان. خرج ستانلي من المنزل ليدخن سيجارة فانهار وسقط على الأرض. هرع الأطباء لمساعدته، وعندما اكتشفوا أن تيريزا قد فقدت وعيها هي الأخرى، تم نقل تيريزا وستانلي بسرعة إلى المستشفى، إلى أن الأطباء فشلوا في إنقاذ حياتهم أيضا، ليرتفع عدد ضحايا هذا القاتل الغامض إلى 4 ضحايا، 3 منهم من نفس العائلة. هنا كان على المسؤولين في المستشفى إبلاغ السلطات لفتح تحقيق رسمي في المسألة. كان الأطباء يشتبهون في كون العائلة قد تعرضت لتسمم جماعي، وقد يتم ذلك عن طريق الغاز. لذلك طوقت السلطات منزل آدم وقاموا بتفتيشه، إلى أنهم لم يستطيعوا الوصول إلى أي مصدر غاز، ولم يعثروا على أي شيء مريب. لم يتوقف الأمر هنا، فلم تتوقف سيارات الإسعاف على جلب المزيد من الضحايا. فبعد يومين فقط من وفاة آدم وعائلته، توفيت ماري راينر البالغة من العمر 27 عاما، وماري ماكفرلاند البالغة من العمر 30 عاما، وبولا برينس وهي مضيفة طيران من شيكاغو تبلغ من العمر 35 عاما. جمع الدكتور كيم الفريق الطبي الذي عمل عن قرب من هؤلاء الضحايا ليسألهم إذا ما كانوا قد لاحظوا شيئا يجمع ما بين الضحايا المذكورين. استقبل الدكتور كيم العديد من الإجابات، إلى أن ملاحظة واحدة استرعت انتباهه بشكل خاص. قالت له ممرضة واثنان من المسعفين أنه عند سؤالهم لأسر الضحايا عن آخر العقاقير التي أخذوها، قال جميعهم نفس الإجابة. لاحظ الدكتور أن جميع الضحايا كانوا قد تناولوا عقار تايلبينول، وهو عقار جديد طرحته شركة جونسون إن جونسون العالمية. بدأ الشك يتبادر إلى عقل الدكتور كيم، وقرر أن يجمع جميع زجاجات التايلينول التي وجدت في منازل الضحايا ويفحصها في مختبره. وهناك اكتشف المفاجأة. اكتشف الدكتور أن عقار التايلينول كان مليئا بسم السيانيد، وهو سم خطير يصيب الإنسان بصعوبة التنفس ويؤدي إلى الموت. أدرك الدكتور كيم أن كل حبة من حبوب التايلينول تحتوي ما يكفي من السم لقتل عدة أشخاص. لم يصدق الدكتور كيم نتيجة الفحوصات، وأخطر السلطات على الفور.
أعلنت السلطات الصحية في الولاية أنه تم العثور على سم السيانيد في زجاجات عقار تالينول التابع لشركة جونسون أند جونسون. تسبب هذا الإعلان في الذعر بين سكان ولاية شيكاغو، وتسبب أيضا في الكثير من المشاكل لشركة جونسون أند جونسون التي تكبدت خسائر فادحة، حيث أنها اضطرت لسحب الملايين من زجاجات عقار تالينول من جميع أنحاء السوق الأمريكي للتأكد من سلامتها. اكتشفت الشركة أن العقار الذي كان خارج ولاية شيكاغو كان خاليا من السم، وأن المشكلة كانت تقع في ولاية شيكاغو فقط. زاد هذا من الشبهة الجنائية وراء ما حدث عند السلطات، خاصة أنه في ذلك الوقت لم تكن زجاجات الدواء تحمل الغطاءات البلاستيكية التي نعرفها اليوم، وكانت زجاجة الدواء تغطى فقط بقطعة من القطن، الأمر الذي عانى أن العديد من الناس يمكنهم التلاعب بهذه الزجاجات وتبديل الحبوب الموجودة فيها بحبوب مليئة بالسم. على الرغم من أن شركة جونسون أند جونسون كانت الخاسرة الأكبر من وراء هذه الحوادث، إلا أن الحكومة حملتها المسؤولية على الرغم من كل شيء، فقامت بلدية شيكاغو بحظر عدد من منتجات الشركة، ولذلك قامت الشركة ببذل قصارى جهدها لتصل إلى القاتل الحقيقي وراء هذه الحوادث وتعلن براءتها. أعلنت الشركة عن مكافأة مالية قدرها $100,000 لمن يدلي بمعلومات عن هذا القاتل. لم تكن جونسون أند جونسون هي الجهة الوحيدة التي تحاول الوصول إلى القاتل، حيث شكلت السلطات المحلية لولاية شيكاغو وحدة أمنية كبيرة مكونة من أكثر من 140 شخصا للتحقيق في تلك الحوادث والوصول إلى القاتل. لم تكن مهمتهم سهلة، فقد كان عليهم أن يتتبعوا خط سير العقار من الإنتاج إلى التوزيع وحتى البيع في المتاجر والصيدليات. كان عليهم أن يستجوبوا مئات الأشخاص، ولم يكن لديهم أي دليل ضد أي شخص، إلى أن اتصالا وصله من شركة جونسون أند جونسون كان على وشك أن يغلق القضية. أخبرهم مسؤول الشركة أنهم قد وصلهم خطاب يطالبهم بتحويل $1,000,000 لحساب بنكي إذا كانوا يريدون توقف القتل. استطاع رجال الشرطة أن يحددوا أن الحساب البنكي المرفق بالخطاب يعود إلى شركة سياحية تدعى ميلر ماكاي، إلى أن الشركة قد أغلقت وانسحبت من السوق بالفعل قبل عدة سنوات. استجوب رجال الشرطة شخصا يدعى فريدريك وهو مالك الشركة، إلى أنهم لم يصلوا لشيء، وسرعان ما تبين لهم أن فريدريك لم يكن القاتل ولم يكن له صلة بالخطاب المرسل للشركة. لذلك سأله رجال الشرطة إذا ما كان يشك في أي شخص قد يكون وراء توريطه بهذا الشكل، وهنا ذكر لهم اسم المشتبه به الأول في هذه القضية، روبرت ريتشاردسون. أخبرهم فريدريك أن روبرت كان زوج إحدى موظفيه السابقين نانسي، وأنه عندما أفلست شركته عجز عن دفع رواتب الموظفين، الأمر الذي دعاهم لرفع دعاوى قضائية ضده، لكن لم يتم الحكم فيها. كان روبرت ونانسي غير راضيين عن حكم المحكمة، ولذلك هدد روبرت فريدريك أنه سينتقم منه. تقصت الشرطة حول الزوجين، واكتشفت أنهم أدين من قبل في عدة جرائم احتيال وتزوير للشيكات قبل أن ينتقل إلى شيكاغو ويغير اسميهما. بالإضافة إلى ذلك، كان روبرت قد اتهم بالفعل بالقتل من قبل، إلا أن الادعاء فشل في إصدار حكم ضده، لأن القاضي أقر بأن إذن تفتيش منزل روبرت لم يكن قانونيا. كل ذلك زاد من شكوك الشرطة بأن روبرت هو قاتلهم المنشود، فور علمه بأن الشرطة كانت تبحث عنه، اختفى روبرت دون أثر، إلى أن الشركة تمكنت من القبض عليه في نهاية الأمر. أخبرهم روبرت أنه لا علاقة له بتبديل حبوب الدواء، وأنه كتب ذلك الخطاب بهدف توريط فريدريك والانتقام منه فقط. لم يعترف روبرت بكونه القاتل، ولم تستطع الشرطة الحصول على أي دليل يربطه بتلك الجرائم، ولذلك كان على رجال الشرطة الاستمرار في عمليات البحث عن القاتل. في أحد الأيام، اتصل بالشرطة شخص يدعي أنه سمع شخصا ما يثرثر في إحدى الحانات مدعيا أنه قاتل عقار تايلينول. قامت الشرطة على الفور بالقبض على هذا الشخص الذي كان يدعى روجرد أرنولد، ويبلغ من العمر 48 عاما. هذه المرة كان رجال الشرطة متأكدين من أنهم أمسكوا بالشخص المطلوب، فقد كان يعمل في مستودعات أحد المتاجر، الأمر الذي يعني أنه كان بإمكانه الوصول بسهولة لزجاجات العقار، وأيضا له معرفة مع والد الضحية الأولى ماري راينر، حيث كان زميله في العمل. بالإضافة إلى ذلك،
وجد رجال الشرطة العديد من الأسلحة النارية الغير مرخصة في منزله. على الرغم من أن كل الأدلة كانت تشير إلى أنه قاتل التايلينول، لم يعترف روجر بذلك، ولم يكن لدى رجال الشرطة ما يدينه، لذلك اضطروا إلى إطلاق سراحه في النهاية، إلى أنه ما لبث إلى أن عاد إلى السجن مرة أخرى بعد أن قتل صاحب الحانة مارتي سكنكلير. بعد كل ذلك المجهود، لم تصل السلطات إلى قاتل التايلينول الحقيقي، ويأست شركة جونسون & جونسون من وصولهم إلى الشخص الذي أضر بهم كل هذا الضرر، ولذلك قرروا تغيير الاستراتيجية وقاموا بإنتاج عقار التايلينول بشكل جديد، حيث استخدموا زجاجات ذات غطاء بلاستيكي محكم الإغلاق ولا يمكن التلاعب به. أعاد هذا الإجراء ثقة العملاء بالشركة مرة أخرى، خاصة أن الشركة أعلنت عن خصومات خاصة على العقار لتعويض عملائها، لكن القاتل الحقيقي على الأرجح ما زال حرا طليقا، من تظن أنه قاتل عقار التايلينول؟ عزيزي المشاهد، أرجو أن تخبرنا عن رأيك في قسم التعليقات أدنى. أيضا أخبرونا إن كنتم تعرفون أي عقار يسبب أضرارا مشابهة، وما هي أغرب طرق القتل التي سمعتم بها من قبل؟ أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.